مساكم الله بالخير. مساكم الله بالنور. فك يا مرتك فها وقتها مسخره. شيل. تابع تابع يا اخوي تابع. مرحبتين معزف مرحبكم. وسلم تخربون وشوفوا فيها السلام عليكم. وش جايبونكم مع السلام طول. مساك الله بالخير. وش جايبونكم؟ كيف الحال؟ حبيبي. حبيبي هذا خربان. صبر صبر. انا اعرف لا اصلحه. يا ابوي خلي السيارة يا ابوي لو تبطل بلوت خلي صبر صبر. صبر يا ابوي. اقول لك خذ مالك سامان. انت بخير ابوي السيارة عندي مغصصة علي والله الشيمة مغصصة على السيارة. لا حول لا قوة. وش جايب لنا فهد؟ وش جايب لنا انت؟ وش تعابل وش تعابل ابوي السيارة عندي ما راي كوش كوش لا تسوي ها في السيارة يميني سيارة تقول راكب قارب ما داخل موتر وزا مصبوغة انت وش دخل السابق يا رجال اقولك تاير التاير التاير ما صبغ خير ما التاير يقولوا هنا شيء ابدلوا اقولك صابه صابه على الشيء صابه صابه انت زوج ايش يتعب ايش يتعب ايش يتعب اصبر وش يتعب فهمني جاوب اسالكم سؤال انا من بيصلح السياره انت ولا هو ما مش قاعد يساعدك اشرح لكم لو وش انت وش بتسوي واد احنا مكانه اقول خلي البلط لا اترك بالريال من بطلنا يا ابوي خذ منه سير 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 يا ابوي خلوا الريال اشتغل وش وش تو اقول لك تو وش يعني بتبدل جامبيلات ولا وش؟ يا ابوي ما اعرف ما راي مصابيها في الشارع كذا تسير مشرق ومغرب ابو راشد ابو اصلي 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 ما يكون اصفر اصفر تنقد لونه مركب لي اسود لهما اصلي اصلي يا ابوي لا كل هالناس تركب معهم لا حول ولا قوة خسرنا المزرعة ويتونا جينا نصلح مواترنا ورا بسألكم انا ما اطلع من البيت يعني انتم وين منخشين انتم وين؟ ركب ركب ابو راشد اصلي 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 شبه وكالة شبه وكالة الوكالة ثقيل ده ركب ركب ابو راشد ركب اقول لك اذا ما صرت حرام لبطل هالجيك واحد بهالحارة قم يا ابوي سير منا روح اللي قامة السيارة لما ترفعها أيوة. الجيك اللي يرفعها نفس اللون اللي يركب لها كفو تجنبه وش شيء جديد انت يعني ترى الجيك يرفعها لازم ينزلها ولازم تركب نفس الجيك اقول لك انا بس هذا لغز وش ابوي تعال 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 كفو تعال بس بطلت ما بصلح ما تصلح خلها تلتعن هناك في البيت خل ركب تعال يا ابوي قف 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 ما بصلح بطلت بطلت ما مصلح ما مصلح يا ابوي صلح النبي يا ابوي اصبر وش تربع وش تربع انت؟ اركب شلول زين اصبر والله رفعته لين زين اصبر خبرنا السالفه انت خبرنا السالفه انت تقول وش اخبركم السالفه ترى ذاك بيصلح يا ابوي ربعك واخوانك انت يمكن تعرف يمكن هذا انت يمكن خلل بسيط يعرف لي ابو راشد بدل ما تخسر فلوسك وفر توفير لا بد منه انا بخلي السياره بسي وياكم والله بركب لا ما لا 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 ما قبول ما قبول ما قبول هذا ما كلام ما كلام ده ما كلام تعال ابوي صلح تعال صلح ما يصلح انا يا اخي اربع جنبيلات من وكاله اقول لي من ريداد ما نبي مستعمل أربعة مرة إيداد إيداد إيجود إيجود إيداد منو كان؟ باغى تاخذ مستعملاته؟ إيداد إيداد أربعة 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 كل يوم لأن إن شاء الله من باكر احنا بنتمشى في الألتيمة عرفت إن يركبينا كل يوم مستعمل وأنت من راكب احنا قراجاتها ما خلص أربعة جنبيلات إيداد أربعة جنبيلات وأربعة توير إيجود زين بسألك من بيدفع فلوس؟ ها؟ أنت تدفع أنا لما ركبت توير إيداد ما غالب إني أدل المكان يا أبوي هذا اللي بينقلب يا ابوي مره كل شيء جديد انقلبت انا انقلبت على راسك بتعورنا بتعور قلبنا وش يعورك انت بيتكم انا بنقلب تراب خلنا السياره كذا تسوي لا حول لا قوه اربعة واردات اربعة جامبيلات اداد مره كل شيء جديد اوه الحين على السيف اوه عنكم ان شاء الله دوله من دوله ابوي تو انت وش فيك متغصص؟ اضحك واستانس وعيش يومك الامور طيبه مره بعد. وانتم مخلين حد يستانس ويعيش يومه؟ انتم مخلين حد انت وهذا يعيش يومه؟ نص الظهر جايني
في الليل تحدوني، صرت مزرعة وراي، جيت أصلح موتري لاحقيني. من معزة؟ من معزة وش يا ريال تقول يا عده وبنته ها؟ تابعوا ويا الوشو. اصبر. تلوت يوم انا نقدتك لو شفتني متصلم بامس ابو راشده وخلات انت مغيب الحاسيه وش؟ هما سمعت ابو الشبانه بشو؟ او تقول لي يعده ولدها هما؟ هما اللي يؤدي يعني ابوي هاي بنت الغزال غزال دي غزال على بولي بقى على لقطه غزول صح غزول هني يعرف يا عدد من الغزال يعرف يقي اللي يحوطها لو بسالكم لاعب ما عندك مكان تجلس فيه غزال؟ غزال يعني غزول ايه يعد يعني غزال بن الغزول بنت الغزال المهمية هي اللعبة غزول غزال صح غزول غزال يعني انت عمولك يولس لي لا تسقى يعد يعني غزال غزال ولدها غزال ولدها بن الغزول لا بنتها لا الغزول هي وبنتها هي كلهم جايين هي والبنت غزول هي الغزال وبنتها يمشين ورا بعض هذا هي صح والله العظيم توي غزال يا رجال والله ها ها كلمه وش قال؟ لحظة لحظة يا ريال ما خابر هذه لكن كأنك قلت ويا غزال كذا لا تقلب علينا انت المواضيع والله العظيم ترد السالفة مرتين وفها وين الغزول؟ ترى هو شباك انت بالغزال زين لكن معه غزول هو لا دوك استلم معه لا غزول يعني انا شوف اذا ما يجي لي حوت هذا صدقني ما صاحي والله انا اول مره اشوف واحد نص نهار الظهر الطير ما يطير حوت هاي ما صح غزال صح بقى غزول وقت لا مسخره قلني انت الحين فهمني خلاص ما لازم افهمك هو فهمك اليوم اجا وش دي لا بعد ساورة يا ابوي بس خلاص انهو الموضوع ذا انهو يا رجال لا يا عد تقول يا عد ولدها بن اسالك انت الحين قني بمصدوقيه هما دي كلمه اليوعده لا حول ولا قوه ترى بعد ماشي غير حسايب هذا القاموس سمو اشرح لك قاموس دفترك اشرح لك هذا حيوان يا ابوي بس كلمه ويا مطافت جماد ولا حيوان هذه الكلمه معناها لا حول ولا قوه تو يجيب لنا معلم عربي هذا درس تربيه درس عربي يجيب لنا جماد ولا حيوان يا ابوي طاحون شلها وش دراني والله العظيم اذيتني والله لو تسترفع صوتك اقول لك انا اقول لكم بتحول نزل يديك ابرع ارفع صوتك بصير اشوف الريال خلص الموتر ولا يا ابوي سبلت ابنه كان حد يسبل بحد جماد ولا حيوان لا حول ولا قوه فاعل ولا مفعول به فاعل ولا مفعول في همزه انت ما تباني اجيب لك سبوره هنا واحط طاولات هنا واشرح لكم الدرس والله العظيم كلمه لاني لو صوت انها فسر يا بلوش تسمعها فسرها لا حول ولا قوه هي 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 قلنا بن الغزول لا ما تطلع ما تطلع قلنا بن الغزول مشينوه لا هو قال يعده ولدها وادي وش هي الحين فسرها لينا مره سير هناك وتكلم ولا ترسمها ولا هناك. قلنا هي ولا ترونا شكلها هنا نعم. إيه لا 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 تضحك لا تضحك بدو ربي لياده تبتيولي ياده صار صور ده او يضحك والله العظيم يا ابو يضحك عادي تقول ياده صار صور تو يعني قصدك هذا ما صاحي؟ اطلع منها بعذر ما لا تعقل الكلمة وخلاص يا ابوي فهد انا مستعيل يا ابوي بس لا تستنبش لا 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 لا, لا, لا هودي الكلمة تمت الصن بروسي صح لفها وقت لما يا عدو ولدها هودي الحين ديبه حمسه تعبه هما دي وش دخل حمسه يا ريال حمسه مفعول به استفهم مو ده هو ده هو يا ابوي الحمسه في البحر وش جابها انا يا عدو قلنا لك يا عدو انت بتقول يا عدو انت امشي مشي تخطن هذا ما بيقتنع والله بيطفر من الازو عندك كلمه ولا لا, لا ولا شيء مفعول به توبت توبيره لا اله الا انت توبي ما انقد توب يا ابوي بتوقفنا لا حول ولا قوه لا معك شيء له لازم السؤال لك جواب هذا هو الكلام السؤال لازم وش له جواب ابوك الله يطعني انا وش جاي وش خلاني لا تغلط تقول كلمه وانت ما تعرف لها خلي يخف صوته ترفع صوتك يا ابوي ما تخافر زين بعرفهم تعال يا ابوي تعال منك ولك بطنك يا ريال وين طريق بطني مربوط تعال انا بني وين دي بعرفها انا دي الكلمه اللي تقلها مرتوني وزنها ثمنها وش فيها وين شوف هذه ام القرون هاي وحده هاي الحين انت تشبه ابو راشد ابها
رجال هي فحا لك للدخل توزه دبلت وانت مشبه ابو راشد رحمه يا ابوي مشبه ابو راشد بهذي انزل يا ابوي وش ينزلني يا ابوي شله يا ابوي ذا ودي ابو راشد مشبهن بهذي يا ابوي غزال ذيب غزال ما البرة انزل تو انت ما استحيت تشبه ابو راشد بهذا وانت ساكت عنه حتى اكل حبل حتى الحبل اي حبل هودي اليمن المو اشبط لك فوق هذه يا ابوي سوى كلمه خير ماشي كلمه خير مشبهنا يا عدم مشبهنا لا حول ولا قوه الا بالله لما تقول شيء خليك على كلمته ترجع لعنده وفي بطيح لغلى بطيح بطيح لغلى بطيح أبا يا ابو راشد شو قام يضربك اشوف ابو راشد وابوي 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 بس 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 ابو راشد ابو راشد طلبتك والله طلبتك وانت من يطلبوك العربان ما تردهم ها طلبتك تم والله تم ابو راشد طلبتك ضربه اخر ضربه بعد ما يتسيده اخر ضربه ختاميه هو معروف تو عادات بس تحكي يحتاي له خلاص هو انا بجي له ختاميه والله جوك اخر وحده جوك والله بيها جوك تغير بس ابو راشد طلبتك وانت من يطلبوك العربان ما تردهم طلبتك تم هذه معناها استحملها تم ولا يا عدو ولدها بتعيد هذه الكلمه في حياتك بتعيدها ما دمت حي اه والله بطيح ان